طب دي ده سبب الاضطرار لوجود نموذج استرشادي بديل. استكمل مع حضرتك يا استاذ ابراهيم مسلسل الفوضى احنا والعبث. احنا بس مبدئيا مقررين ان كل الكراسي حمراء، ولكن خلينا باللسان يعني محافظين على الحاله الحواريه. انا هستكمل مع حضرتك مسلسل. طب الاول والنبي عشان بس الناس ما تفهم الانديه تبع مين؟ قولا واحدا كده، لان هي دي البدايه. القانون حط الانديه تبع مين؟ اللجنه الاولمبيه ولا الوزاره؟ القانون قال النادي الرياضي هيئه رياضيه تكونها جماعه من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين مجهزه بالمباني والملاعب والامكانات لنشر الممارسه الرياضيه. تبع مين بقى؟ مين المفترض الكلام الذي قيل انه النادي ملك جمعيته العموميه هي اللي هتضع عليها. محدش بيشرف عليه؟ محدش بيشرف عليها. يعني دلوقتي بدليل انه الماده، بقول لحضرتك الماده الثالثه في الباب الاول قالت، هجيبها لحضرتك، تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لها. ده القانون. طيب ارجو ان احنا ايه ما يستغرقش. لا ده انا هروح. لا لازم يستغرقنا ابراهيم، هي دي مربط الفرس. انا مش تبع اللجنه جات ولايتك للوزاره، او منين جت ولايتك للجنه الاولمبيه؟ هي دي. وبعدين اذا كانت ولايتك للجنه الاولمبيه سلطتها عليك عندي إيه؟ قانون حدد لي ان اللجنه الاولمبيه لا سلطان لها علي كنادي بحكم القانون. انا لست خاضعا للجنه الاولمبيه المصريه، ولست عضوا بالجمعيه العموميه للجنه الاولمبيه المصريه. انت عارف معنى كلامك ده ايه؟ ان الجواب اللي جه النهارده غير ملزم للنادي الاهلي. طبعا طبعا طبعا. طب احنا نسينا نسال، هو احنا هنعمل الجمعيه العموميه يوم ولا يومين ولا فرع ولا مكانين؟ النادي الاهلي يعني اخر قرار، اخر موقف للنادي الاهلي ايه؟ النادي الاهلي استجاب لكل المطالب بانه يعمل لائحته الخاصه ويعمل استفتاء عليها، والاعضاء الجمعيه العموميه اللي هم اصحاب الحق الاصيل للحديث باسم النادي الاهلي يا اما يقبلوا هذه اللائحه الخاصه، وهو ده اللي ينبغي ان يكون، او لا يقبلوا. الاهلي تسهيلا على اعضائه، واعضاء عددهم ضخم جدا، انه يتعمل الجمعيه الخاصه في مقرين للنادي الاهلي في الجزيره ومدينه نصر. اولا يا استاذ عدلي، دي جمعيه خاصه تعقد لمره واحده استثنائيه. معنى انها جمعيه خاصه تعقد لمره واحده انها ليست ملزمه لا بالاجراءات السابقه ولا بالاجراءات اللاحقه لجمعيات العموميه العاديه او غير العاديه، لانه لو كان القانون يقصد انها جمعيه عموميه عاديه او غير عاديه كان اشترط او بس قال. هي دوريه الانعقاد يا دكتور، هي اسمها جمعيه عموميه خاصه. طيب دوريه الانعقاد هنا العاديه جمعيه سنويه، وغير العاديه جمعيه طارئه لظرف طارئ. الجمعيه الخاصه جمعيه استثنائيه لظرف استثنائي. هو احنا لظرف استثنائي بالظبط، هو بيخضع للشروط العامه. ده تفسير الوزاره واللجنه الاولمبيه. يعني مثلا هقول لك على حاجه، ضمن الشروط العامه انه اللي ليه حق الحضور اللي مسدد الاشتراك واللي مضى على عضويته سنه. هل في الجمعيه الخاصه يمكن لواحد ما سددش الاشتراك يحضر؟ لا. يمكن لواحد عمل عضويه الشهر اللي فات يحضر؟ لا. بس هو دي هو شروط، هو في صياغته بقى. فبالتالي انت بتخضع الشروط العامه للحاله الخاصه. ده هو في صياغته بقى قال انه 12,500 ممن لهم حق حضور الجمعيه العموميه من اجمالي عدد الاعضاء العاملين في النادي. لا، من اجمالي عدد الاعضاء العاملين. ليه؟ لان هو بيفترض، يعني لو افترضنا ان انت حضرتك قلت 8%، هو ما طلبش 8%، بس لو حضرتك حددنا لا هو كم عدد الاعضاء اللي سددوا اشتراكاتهم في النادي الاهلي قبل الجمعيه بتاعت 25/8، هنكتشف انه النسبه المطلوب حضورها 17%. لا ما انت مش عارف كم واحد هيسددوا الشهر الجاي. بالظبط، هي سايبها مفتوحه. يعني انا بتكلم حتى هذه اللحظه. سايبها مفتوحه علشان عايز انا عايز في ارجع ناس كل يوم هتجدد. هي في حته هربانه. عايز ارجع بحضرتك لنقطه واحده، انه انا هعمل الجمعيه العموميه ديت على اني لائحه، لانه القانون قال لي انه اللائحه الاسترشاديه ديت هتبقى ساريه في حاله واحده، انه الاهلي يدعو لجمعيه عموميه خاصه
ما تكتملش ما تكتملش، او الاعضاء يرفضوا او التلتين او ما ياخدش او ما ياخدش التلتين ما ياخدش التلتين. اه طب حيث ان اللائحه الاسترشاديه حتى هذه اللحظه وحتى 25/8 لسه مش لائحه ملزمه لي، فانا هعمل الجمعيه العموميه هدعو ليها على اساس ايه؟ على اساس اللائحه الساريه حاليا. ما هو ده جزء من مسلسل العبث. استاذ ياسر خلاص، في مشكله قانونيه واشكاليه بره ايدينا، دي عايزه ناس قانونيين يقولوا لنا الموضوع ده هيتحل ازاي.